أخبار اليوم. النجم الجميل حمادة هلال مبروك على اللي احنا شفناه على المسرح النهارده، كانت رسالة واضحة فنانين مصريين والعرب. النهارده تقول ايه؟ النهارده بقول ان كان يوم مهم جدا بالنسبه لي، وكنت فرحان ان اصحابي بقى اللي ما بشوفهمش بقى لي فتره واقفين جنب بعض على الستيج، فدي كانت فرحه كبيره بالنسبه لي برضو. واهو الحمد لله ان توفقنا، وكانت احتفاليه بسيطه هاديه ما فيش اي مشاكل فيها الحمد لله. اول زياره لدوله الامارات ولا كان في زياره؟ الامارات دي ليها ذكرى كبيره عندي. البيت الثاني صح؟ طبعا لا، ده ليها ذكرى كبيره، ده انا على طول يعني انا 4 سنين اعمل يعني العيد الوطني 2010 2011 2012 و 2013 كانت يعني ده بعد 2012 يعني. الجديد اللي بتحضر له ده من الفتره اللي جايه بقى؟ الجديد ان شاء الله في الالبوم، وباذن الله بعديه ان شاء الله يمكن يكون فيلم ادعوا لنا بقى.